الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، لكل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، الجلسة السادسة في كتاب سنن الإمام أبي داود السجستاني رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وبآل بيت نبينا وبسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة. الباب الثاني السادس والعشرين من الكتاب الأول، كتاب الطهارة، باب كيف يستاك. كيف يستاك؟ أي المؤمن، أي المكلف، أي المسلم والمسلمة، كيفية السواك بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عن خير للإمام أبي داود في سننه الحديث 49، يقول: حدثنا مسدد وسليمان بن داود العتكي قال حدثنا حماد بن زيد عن غيلان بن جرير عن أبي بردة عن أبيه قال: قال مسدد قال: أتينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نستحمله، فرأيته يستاك، مسدد هو شيخ الإمام أبي داود، هو اللي قال إن النبي هو اللي عمل كده، ولا ده اللفظ بتاعه عن أبيه اللي هو أبو موسى الأشعري، يبقى الراوي أبو موسى الأشعري. قال مسدد في نهاية هذا نقلا عن أبي موسى قال رسول الله، يبقى ده مقدر، بس أنت بتفكر إن مسدد ده صحابي. قال مسدد، ما هو بيقول لك في الأول مسدد وسليمان بن داود العتكي قال، الاثنين دول قالوا، لكن هو اختار لفظ مسدد كأن الاثنين قالوا الرواية نفس الموضوع لكن اللفظ مختلف، فاختار لفظ مسدد، فعشان كده قال لك قال مسدد في الآخر، عشان يبين ان هو اختار لفظ مسدد ولم يختار لفظ سليمان بن داود العتكي. فهمت كلام الشيخ؟ عشان في ناس تفتكر ان قال مسدد يبقى مسدد هو الصحابي، لا، ده مسدد هنا شيخ الشيخ سنن ابي داود، لان في الاول خالص قال حدثنا مسدد وسليمان بن داود العتكي، جاءه من شيخين، والشيخين عن مشايخ وحدين، لكن اللفظ كان مختلفا في تفاوت، وان كان الموضوع واحد، فهو اختار لفظ مسدد. قال اتينا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم نستحمله، اي نطلب ما نركب عليه، ما يحملنا، نستحمله اي نطلب ان يحملنا، أن يعطينا ما نركب ظهره في سفر أو غزوة. فرأيته يستاك على لسانه، يبقى السواك ممكن يمر أيضا على اللسان، لأن اللسان أحيانا يكون في بعض أثار الطعام، يبقى زي ما بيمر على الأسنان يمر على اللسان أيضا. فرأيته يستاك على لسانه، قال أبو داود وقال سليمان قال دخلت، هنا رجع لرواية مين؟ سليمان بقى الثاني، زي فيها زيادة. وقال سليمان قال دخلت، من اللي قال؟ أبي موسى الأشعري. فهمت؟ عشان تعرف تفك بس طريقة أساليب علماء الحديث في كتابة الحديث. قال دخلت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يستاك وقد وضع السواك على طرف لسانه وهو يقول إه إه، يعني يتهوع، يعني أما الإنسان يحط السواك على لسانه ويحاول يعمل كده ويعمل كأنه يتقيد، وهذا مبالغة في التسوك النظافة يعني، وهو يقول إيه إيه، يعني يتهوع، يعني يوشك أن يتقيد من شدة مبالغته في استعمال السواك. قال أبو داود قال مسدد فكان حديثا طويلا اختصرته،
ده مسدد في الاخر قال ايه؟ ده جزء من حديث طويل اختصره. باب في الرجل يستاك بسواك غيره. معلوم طبعا من كتب الفقه ان طريقه السواك ان يستاك الانسان عضا في اسنانه ثم يمئه ويبدا بالجانب الايمن، لان الجانب الايمن مكرم، فالنظافه نبدا بالتيامن. يبدا بالجانب الايمن الاعلى والاسفل، ثم الجانب الايسر الاعلى والاسفل، ثم يفتح اسنانه ويمر السواك على كراسي اضراسه، يعني كراسي الاضراس، ثم سقف الحلق واللسان. دي طريقه السواك بلا مبالغه دون ان يجرح نفسه، بلا مبالغه. باب في الرجل يستاك بسواك غيره. يعني ممكن لما يكون انا عندي سواك والسواك بتاعي طويل كده كبير، وانا معايا صديقي معه السواك، نقتسمه، اديله جزء منه وانا اخد جزء، يبقى كانه استاك بسواك غيره، مش نفس المكان يعني. لا، ليس نفس المكان، والا الاطباء يعني يزعلوا ويمتنعوا. يبقى ايه؟ يستاك بسواك غيره، يعني ممكن اما يقبله على سبيل الهديه او ياخذ بقيته، يقطع بقيته ويأخذ يقتسمان. ولكن ممكن أن تستخدم نفس مكان سواك الإنسان إن أردت التبرك، كما كانت تفعل سيدتنا عائشة، كان إذا أعطاها النبي صلى الله عليه وسلم سواكه لتغسله ابتدرته بأسنانها تستاك حتى تأخذ بقايا أثر فم النبي وريقه تبركا، ثم تغسله وتعطيه. لا بأس إن كان يعني من إنسان تتبرك به ولا تستقدره، لا بأس، ولكن ايه؟ مش كل انسان. يبقى هذه معنى يستاك بسواك غيره، ان كان بقصد التبرك او ان يقتطع جزءا من سواك غيره، يبقى المعنى كده. وعن ابي قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا عن بسة بن عبد الواحد عن هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يستن وعنده رجلان. يستن يعني ينظف أسنانه، يستن يعني ينظف أسنانه بالسواك. وعنده رجلان أحدهما أكبر من الآخر، فأوحي إليه في فضل السواك أن كبر أعطي السواك أكبرهما. فضل السواك يعني السواك كان كبير، فيقتطع منه جزء ويديه للأكبر الأول ثم الأصغر، واضح؟ فأوحي إليه في فضل السواك يعني ما زاد عن السواك الجزء المستعمل أن كبر أعطي السواك أكبرهما، يعني يبدأ بالأكبر ولا يبدأ باللي على يمينه. يبقى بدأ بالأكبر ولم يبدأ بالذي على يمينه، كما في الشرب، في الشرب يبدأ بما على يمينه، واضح؟ وفي السواك يكبر. قال أحمد هو ابن حزم قال لنا أبو سعيد هو ابن الأعرابي هذا مما تفرد به أهل المدينة، يعني هذه الرواية. وعن أبي قال حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي قال أخبرنا عيسى بن يونس عن مسعر عن المقدام بن شريح عن أبيه قال قلت لعائشة بأي شيء كان يبدأ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا دخل بيته؟ قالت بالسواك. يعني الإنسان في مشي في الطريق يعني يدخل بعض رذاذ الطريق أثناء نفسه وأثناء سيره في فمه، وقد يغير طعم فمه، فكان أول ما يبدأ دخوله إلى بيته يستاك حتى يزيل أثر ما في فمه من غبار الطريق وغيره صلى الله عليه وسلم. باب غسل السواك. وعن أبي قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثنا عن بسة بن سعيد الكوفي الحاسب قال حدثني كثير عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان نبي الله صلى الله عليه وسلم يستاك فيعطيني السواك لأغسله فأبدأ به فأستاك ثم أغسله وأدفعه إليه. إذا تستاك بسواكه تبركا، فيجوز للمرأة أن تستاك بسواك زوجها
والزوج يستك بسواك زوجته كما كان يفعل سيدنا علي مع ستنا فاطمه. لا بأس. باب السواك من الفطره. وعن ابي قال حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا وكيع عن زكريا بن ابي زائده عن مصعب بن شيبه عن طلق بن حبيب عن ابن الزبير عن عائشه رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عشر من الفطره. عشر خصال يعني من الفطره يعني من سنن الفطره يعني السنن التي يعني يستجيب اليها الانسان بطبعه ويجدها يعني فيها موافقه لطبعه. عشر من الفطره. قص الشارب يعني ايه؟ يحف الشارب يعني لا يطلق الشارب ينزل على شفتيه بل يقصه حتى يظهر شفتيه يبقى قص الشارب. واعفاء اللحيه. اعفاء اللحيه يعني ترك اللحيه. وعفى كلمه مشتركه يعني من الاضداد تدل على الترك وعلى الاخذ وعلى الازاله تدل على الاثنين. عفى تقول لك عفت الدار يعني زال اثر الدار مش كده برضو؟ عفى يعني زال خالص. عفى الله عما سلف يعني ازال الاثم فيما سلف يبقى عفى تدل على الازاله. ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله قد جاءكم على فتره ما رسل رسول ايه يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب. ويعفو عن كثير يعني يترك لا يبين كل شيء ولكن يبين بعض ما عندكم. ويعفو عن كثير يبقى تدل على الترك يعني وتدل على الازاله فهنا تدل على الترك. اعفاء اعفاء اللحيه يعني اترك اللحيه على حالها مش تزيل اللحيه لان ممكن اعفاء برضه ترفع بمعنى الازاله. فاهم؟ فهي من الاضداد. زي يقول لك عفى الله عنك لما اذنت لهم اي ازال عنك حكمه الاذن لهم فلم يبينها لك. عفى الله عنك حكمه الاذن لهم اي لم يظهر لك حكمه الاذن فاذنت لهم لان الله كان يريد الا يخرجوا معكم حتى لا يزيدكم خبالا ولا يوقع بينكم الفتنه. مش ربنا بيقول وكره الله انبعاثهم فثبتهم وقيل اقعدوا مع القاعدين فلما ربنا كره انبعاثهم وثبتهم اوحى لنبيه والهمه الا ايه؟ الاذن لهم. لان لو ارادوا الخروج لعبدوا له عده ولكن ايه؟ كره الله انبعاثهم فثبتهم وقيل لو خرجوا فيكم حصل ايه؟ ما زادوكم الا خبال ولا اوضعوا خلالكم الفتنه وفيكم سمعون له. يبقى هذه العلة لم تظهر للنبي حين العفو حين أذن له. هذه العلة مش زي ما بيقولوا إن النبي فعل خلاف الأولى وكان الأولى أن يأذن فربنا لامه وقال عفى الله عنك لما أذنت له. بل بالعكس ده ربنا كان يريد الإذن له والنبي فعل مراد الله. فالعفو هنا على سبيل الإخبار أن الله رفع وأزال عن خاطر نبيه حكمة الإذن وإن كان هو يريد الإذن. وحكمة الإذن أوضحها بعد ذلك في سورة التوبة بعدها بعدة آيات قال لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا قبالا ولا أوضعوا خلالكم الفتنة وفيكم سمعون. يبقى عفا تحمل معنى الترك والإزالة. واضح؟ اثنين أن تترك الشيء على ما هو عليه أو أن تزيل الشيء من أصله. يسموها من الأضداد. من الأضداد. الأضداد يعني تدل على المعنى وخلافه زي باع. كلمة باع من الأضداد. تدل على البيع وعلى الشراء. مش كده برضو؟ يبقى في ألفاظ في لغة العرب وزي إيه تاني؟ زي سليم. سليم تدل على الإنسان الصحيح وتدل على المريض. فلان اخبره تقول له سليم ادعي له ربنا يشفيه. سليم يعني مريض لان بقول لك ادعي له ربنا يشفيه. مش كده برضو؟ العافيه تدل على العافيه وعدم العافيه من الاضداد. اخبر والدك ايه؟ بعافيه شويه يعني مريض.
مش كده برضه؟ تقول له بعافيه شويه يعني مريض، مش كده برضه؟ يبقى في العافيه من الابدار، سليم من الابدار، عفى من الابدار، باع من الابدار، وهكذا. في لغه العرب حاجات ايه لطيفه، لطائف في اللغه لا يشعر بها الا اللي تعمق في هذه اللغه وعاش فيها فتره طويله. فهنا بيقول واعفاء اللحيه، يبقى ترك اللحيه مش ازاله اللحيه، لان هي من الابدار. طب عرفنا منين ان الاعفاء هنا بمعنى الترك، ترك اللحيه على حالها؟ ان النبي عمل كده، كانت لحيته طويله كثه تضرب وتغطي صدره الشريف صلى الله عليه وسلم. يبقى ايه اعفاء اللحيه هنا؟ بمعنى ترك اللحيه على ما هي عليه، اي عدم حلاقتها. والسواك، ثالث خصله السواك، والرابع خصله والاستنشاق بالماء، يعني اثناء الوضوء الانسان يستنشق، يعني يدخل الماء في انفه ثم ينثره بعد ذلك لازاله ما بها من قاذورات. وقص الاظفار، يبقى اظافر القدمين واصابع القدمين واليدين، قص الاظفار من سنن الفطره. وغسل البراجم، غسل البراجم اللي هي ما بين الاصابع، البراجم اللي هي عقله الصباع، البرجمه اللي هي عقله الصباع. تجد مع عقل الصباع تجد في اشياء داخله كده كسرات قد يجتمع فيها الوسخ، فامر النبي بغسل البراجم، هذه التكسيرات والتجعيدات الموجوده في الاصابع وبين الاصابع حتى لا تثبت فيها القاذورات، وهذا يسمى غسل البراجم. يبقى ازاله القاذورات بين عقل الاصبع وبين الاصابع. ونتف الابط، ونتف الابط اللي هو الشعر النابت في ابط الانسان اللي هو ما بين ذراعه وجذعه اسفل الكتف من الداخل يسمى الابط. والسنه فيه النتف، ويجوز فيه الحلاقه لمن لا يتحمل النتف. الامام الشافعي كان قاعد عند الحلاق وكان رافع له ابطه كده بيحلقه له، فدخل عليه احد تلامذته، فالامام الشافعي قال له، قال له: اعلم ان النتف افضل ولكن لا اتحمله. عشان يعلمه ان هو عارف يعني. فيبقى ايه اذا كان الانسان لا يتحمله لانه مؤلم شويه، فليجوز له ان يحلقه او يزيله باي ازاله، باي طريق من طرق الازاله. ونتف الابط وحلق العانه، وهو الشعر الذي ينبت في القبل والدبر يسمى العانه، حلق العانه ومدتها لا اقصى مده فيها 40 يوما. الانسان لا يهملها اكثر من 40 يوم، دي اقصى مده لتركها. والاظفار مره في الاسبوع، كويس يقصها مره كل اسبوع كده يوم الجمعه قبل ما ينزل لصلاه الجمعه ويغتسل، يقعد يقص اظافره، ينظف نفسه، او ليله الجمعه بالليل ويحلق الابط او يزيل شعر الابط. والعانه مره كل 40 يوم، مره كل شهر، المهم لا يزيد على ال 40. ايوه يا سيدي. والله الاستحباب استحباب الفقهاء، لم ينص النبي على حاجة معينة، لكن الفقهاء من خلال تعمقهم في الشريعة علموا أن اليمين في إزالة القاذورات أولى، فيبدأ باليمين، ووجدوا في اليمين أن أفضل أصابع اليمين هو الصباع السبابة لأنه يشير إلى الواحد، فسموه الموحدة، فيبدأ بالسبابة من باب الشرف يعني. ثم بعد ذلك لما عملوا كده، لما عمل ايده كده وهو بيدعي، لانه لو بدا بالاصبع الخنصر ثم توجه الى نهايه الاصابع يبقى ماشي في اتجاه اليمين. فقال لك يبدا بالسبابه ثم الخنصر فالبنصر فالوسطى فالابهام. فهمت طريقه الفقهاء؟ هذا في اليد اليمنى، ثم ياتي في اليد اليسرى يبدا بالابهام وينتهي بالخنصر عشان يبقى ماشي في اتجاه اليمين. واضح؟ فهمت؟ ده استحباب الفقهاء يعني. من خلال تمرسهم في الشريعة تتولد عندهم ملكة
يستطيع أن يستنبط ما هو الأفضل ولو لم يرد فيه نص من خلال النصوص العامة. فلينا اختيار فقهاء لا بأس به. وحلق العانة وانتقاص الماء، يعني الاستنجاء بالماء. انتقاص الماء يعني ايه؟ يعني انك انت تستعمل المية في ازالة ايه؟ النجاسة، في ازالة ايه؟ في الاستنجاء يعني، بدل من الاحجار، فده افضل يعني، الماء افضل من الاحجار. وانتقاص الماء يعني الاستنجاء بالماء، اللي هو ازالة النجاسة الخارجة من القبل والدبر بالماء، فهي افضل من الحجارة. قال زكريا: قال مصعب: ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة. بيقول نسيت العاشرة، يمكن تبقى المضمضة. واضح؟ وعن أبيه قال: حدثنا موسى بن إسماعيل وداود بن شبيب قال: حدثنا حماد عن علي بن زيد عن سلمة بن محمد بن عمار بن ياسر قال موسى عن أبيه وقال داود عن عمار بن ياسر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن من الفطرة المضمضة والاستنشاق، فذكر نحوه ولم يذكر. فذكر نحوه ولم يذكر إعفاء اللحية وزاد والختان. والختان اللي هو إزالة القلفة التي تغطي رأس الذكر من الذكر، والقلفة التي تغطي البظر من المرأة من الأنثى، ده اسمه الختان. ففي الذكر واجب وفي الأنثى مكرمة، وقد تكون مستحبة وقد يترك المستحب في زمن كزماننا وفي بلد كبلدنا مصر، إذا كان يساء استخدام هذه العملية وتؤدي إلى الضرر الأشد. وبالتالي دار الإفتاء الآن صارت على أن ختان المرأة لا يفعل. لماذا؟ من باب ارتكاب أخف الضررين. لأنه يفعل في مصر بطريقة، خصوصا بأرياف مصر وفي البلاد البعيدة عن المدينة، بطريقة تضر المرأة وبطريقة غير أدمية، أحيانا بغير مخدر، وبطريقة فيها إيلام وفيها فظاعة لا يوقدها الشرع. فغلب على الشارع في هذا العصر أن ينهى عنه، مع العلم بأنه مكرمة أو سنة. واضح؟ لماذا؟ لأنه إذا فعلت هذه السنة ينبني عليها ضرر أشد، وهو حرام، وهو الإيلام الشديد والضرر في المستقبل بعد ذلك بإزالة أعضاء زائدة غير المطلوبة إزالتها شرعا. فهمت لما نصت دار الإفتاء المصرية الآن بعدم ختان النساء لهذه الأسباب؟ ثم لما أخذت رأي الأطباء، قال الأطباء أن ختان النساء لا فائدة طبية فيه معتبرة، وبالتالي قالوا لا بأس أن نترك هذه المسألة لحين ما يثبت أنها لها فائدة، ثانيا في المرأة فقط دون الرجل، لأنه بالإجماع ختان الرجل الذكر واجب بالإجماع، أما في الأنثى فعند الشافعية واجب، وعند المالكية مكرمة، وعند الحنابلة والأحناف سنة. لكن لو لا الإمام أبو حنيفة أو الإمام الشافعي أن فعل الختان يؤدي إلى ضرر بالغ، وأن هناك من البنات ينزفن حتى الموت، وأنه يؤدي إلى ضيق أحيانا في موضع في المهبل، خصوصا لو كان يفعل الختان بالطريقة النوبية كما يفعلوه في النوبة وفي السودان في نسائهم، إذا وجد الأطباء والعلماء في عصر من الرسول هذا لقالوا بعدم ختان النساء. فمن قال بعدم ختان النساء لم يخرج من الدين، كما تقول بعض الفضائيات،
ويسبوا المشايخ والعلماء ويعتبرونهم مبتدعين ويسيرون خلف الحكومة. والحكومة إيه دخلها يعني؟ السياسيين إيه دخلهم بأن المرأة تخدم أو لا تخدم؟ ليس لها حكم سياسي، ليس فيها مسألة سياسية، ولكن المسألة مسألة صحة ومسألة ضرر سبب وأسلوب ممارسة خطأ. ولو كان ممارسة ختان الرجال يؤدي أيضا إلى التشوه الشديد لمنع، وهي واجب من باب ترك ارتكاب أخف الضررين، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. فعلشان كده المسألة ليست بإيه بالصورة التي يظهرها المتعالمين الذين يظهرون للناس صورة علماء وهم متعالمين، لا يعرفوا مقاصد الشرع الشريف، ولا يعرفوا الواقع الذي يعيشون فيه، ولا يعرفوا الأوبئة المنتشرة وفيروس سي المنتشر، وأن ممارسة هذه المهنة بطرق غير معقمة قد تؤدي إلى إدخال فيروسات في جسم الطفلة وهي صغيرة، ثم بعد ذلك تمرض بداء الفيروس الكبدي الوبائي وغير ذلك. فلا بد أن يدركوا الواقع. أيوة دكتور، لو النساء اتفاعلت مع البنات بطريقه طبيه صحيحه؟ ما انت لا تطبطها، الاطباء نفسهم وانا منهم لا يعرفون كيفيه ختان النساء، انا كنت اعلم بعض الطلبه الاطباء لانها غير موصوفه في كتب الطب، ومتروكه لاجتهاد كل طبيب، فكل واحد يالف له تكنيك يقول انا بعمل التكنيك ده كويس، وفي الاخر تلاقيه اما بيزيل زياده او بيزيل اقل او كده، فليست طريقه معتبره وموصوفه واضحه. فهي تحتاج إلى دراسة لا بأس، لكن على أي حال إذا جاء في مجتمع من المجتمعات وزمن من الأزمنة أحد المفتين وقال يا أيها المسلمون لا تختنوا بناتكم، لم يخرج من الدين ولم يكن مبتدعا، لأنه قد يكون أدرك الواقع وأن هذه العملية تؤدي إلى ضرر شديد ويكون بريء عند الله، بل يثاب لأنه بيمنع ضرر قد يؤدي الضرر ده يعني إلى مدار ملايين البنات والنساء تتضرر وهكذا. فالأمر على أي حال، أنا رأيي الخاص أن ختان النساء لو فعل بطريقة طبية فهو لإزالة قلفة البظر فقط، ويكون قبل إدراك البنت التمييز حتى لا يخدش حياءها، فتكون في سن 3 سنوات 4 سنوات بالكثير، بمجرد أنها تتحكم في بولها وغائطها فلا تبول ولا تتغوط في البامبرز يعني على نفسها، بمجرد أن تتحكم في نفسها تفعل لها هذه العملية. هذا في رأيي، لأن كشف عورة الصغيرة أخف من كشف عورة الكبيرة، وأن الصغيرة قبل التمييز لا تشعر بخدش حياء فلا تشعر بخدش نفسي. ثانيا العضو الذي القطع التي تقطع لا تنمو مع المرأة، كما أن القطع التي تقطع من الذكر تقطع في 7 أيام من عمري ولا تنمو عندما يكبر، على خلاف ما أشاع الحلاقين والدايات والذين ليس لهم خبرة في الطب أنه لابد من تأخيرها لأنه ما قطع ينمو. هذا خطأ، ما قطع لا ينمو، لأن الذي يقطع هي الغلاف الذي يغطي البصر، وهو الذي يوافق الغلاف الذي يغطي رأس الذكر، فما يقطع من الذكر يقطع من الأنثى، وتكون بعملية جراحية في حجرة عمليات معقمة بمعرفة جراح يفهم مهنته وبمعرفة طبيب تخدير متخصص. فإذا فعلت بهذه القيود فهي مستحبة، هذا رأيي. إن لم نستطع أن نوفر هذه القيود يبقى لا تفعل أحسن، قلتها أحسن، لأن الضرر المنبني عليها أكثر. واضح؟ هذا رأيي الخاص. فإذا جاء المفتي الذي يمثل الاتجاه العام فقال لا تفعلها، أقول لا أفعل، وإن كان أنا رأيي أنها تفعل بهذه الظروف، لأن لابد أننا نرجع لأولي الأمر. أولي الأمر قالوا لنا يا جماعة أنت بتعملها بطريقة كويسة، لكن أنت بتعمل كام بنت؟ إحنا عايزين ندرأها عن ملايين البنات، فاحنا هل كل الاطباء هيعملوها زيك؟ خلاص يبقى امنعها خالص احسن. امنعها خالص احسن، فتقول سمعنا واطعنا، لان مامورين ان نسمع كلام اولي الامر منكم. واطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم، خصوصا اولي الامر لم يامرونا بمعصيه، بل امرونا بدرء خطر يؤثر على حياه الناس. وهذا امر شرعي مطلوب.
فهمت المسألة؟ ومش محتاجة شوشرة كتيرة زي ما بيقولوها في الفضائيات إلى الآن يقعدوا يناقشوها ويعتبروها من مؤاخذات الدكتور علي جمعة. ليست من مؤاخذاتي بل بالعكس، هو يدرك الواقع جيدا، فإذا أدرك الواقع جيدا خلاص لا بأس. واللي بيمصمم عليها المفروض إنه يسمع كلامه للأمر. وللأمر ينظم حياة الناس. وهم أدرى، نظرتهم أوسع للأمور. أنا لا أنظر إلا الحي اللي أنا قاعد فيه بس، هو ينظر إلى كل الدولة من الشمال للجنوب ومن الشرق إلى الغرب. 80 مليون ينظر إلى 80 مليون وأنا لا أنظر إلا إلى 1000 بس. هم اللي محيطين بي، فما ينفعش إن أنا تكون نظرتي كنظرتك. فلا بد إن الإنسان يكون عاقل، عالم بزمانه، محترم لعلماء الزمان. لم تثبت الضرر، لم يثبت للإمام الشافعي وصل له، ما كانش الإعلام ولا في جرايد ولا في تلفزيون يصور إن البنت دي ماتت من النزيف، وإن البنت دي لما تزوجت وجدوا إن عندها تشوه ومش عارفة تولد، وإن البنت دي لما حصل لها مش عارف إيه جالها خدش نفسي وجت جالها اكتئاب وكرهت الإسلام علشان قالوا لها من الإسلام نعمل لك كده، ويروح فرشحينها كده ويقلموها، ويقولوا لها الدين قال كده، تطلع كره الدين واللي جاب الدين. ما شافش الحكاية دي الإمام الشافعي. فهمتني ازاي؟ لان كان وسائل الاتصال مش موجوده. هو عنده نصوص وخلاص، قال خلاص كويس، لكن لو ثبت لي انه في الواقع ان في ضرر كان يقول لك ما تعملهاش. فرق كبير، العصر بتاعنا مختلف. احنا بقينا الدول كلها كانها قريه واحده. اللي بيحصل في اخر العالم بتشوفه في الحال. صح ولا لا؟ فيبقى بقينا ادراكنا للواقع اكثر من ادراك السابقين للواقع. يعني انا ادراكي للواقع الان اكثر من ادراك الامام الشافعي للواقع. لأن الإمام الشافعي كان علشان يعرف واقع الشام كان يقعد 40 يوم يسافر، يبقى يكون تغير الواقع في مصر، وعشان يعرف الواقع في العراق يحتاج له 20 يوم يسافر، وعشان يعرف وهكذا. فباستمرار يبقى إدراكه للواقع ناقص بسبب إيه؟ بعد المسافات وعدم وجود وسائل الاتصال. إنما الآن إدراكنا للواقع إحنا أوسع، وبالتالي علماء هذا الزمان إدراكهم للواقع أوسع، فتكون فتواهم معتبرة. هذه الحكاية، إدراك الواقع يختلف. فهمتني؟ بس إمام الماوردي والنووي كانوا هم نصين على أن هو شخص مش قبر. طبعا حتى أما ينصوا بينصوا يعني يقطع ما يقطع من الولد من الذكر بالظبط وخلاص بلا زيادة. هذه الحكاية. على اي حال احنا طولنا في المساله دي لانها اصلا كل شويه قاعدين يعيبوا في الدكتور علي، وتخش على النت تلاقيهم بيشتموا الدكتور علي جمعه شتايم. طب ليه يا جماعه بتشتموه؟ اصله مش عارف كان قبل ما يبقى مفتي بيقول ان ختان النساء مكرمه وسنه، ويجيبوا لك صوته هو قبل ما يبقى مفتي كان يقول كده، وبعدين بعد ما بقى مفتي قال ما تختنوش. متناقض. متناقض ليه؟ لانه لما بعد ما بقى مفتي ادراكه للواقع اعشاب زاد. قبل ما كان يبقى مفتي كان شيخ في جامع ما يعرفش الا المحيط دي، بعد ما بقى مفتي بقى يبعت لوزاره الصحه دون تقارير، يبعت مش عارف للحوادث دون تقارير، يبعت مش عارف الوفيات دون تقارير، كم بنت ماتت من هذه الاعمال، وكم بنت نزفت ودخلت المستشفيات من هذا، وكم بنت في العيادات النفسيه بتتعالج بسبب هذه الازمه، فالتقارير زادت، ادراكه للواقع زاد، تغيرت الفتوى، بل تغيير الفتوى من المفتي يدل على انه يبتغي الحق. والإمام الشافعي نفسه كانت تتغير فتواه بتغير الحال. لما جاء مصر وترك العراق غير فتوته في 16 مسألة، وقيل 14 واختلف، وقيل 20 مسألة وهكذا. فكلما تغير الواقع يتغير فتوى المفتي لا بأس، بل تغيير فتوى المفتي دليل على فقهه وأنه لا يخشى في الله لومة لائم. فده معاه مش ضده، لكن الجهل يعتبروها ضده. فالمسألة ونفس الكلام كل ذلك في النقاب. كان يقول النقاب يعني مكرمة وحاجة جميلة وكويس المرأة تنتقل، وهو لسه كان شيخ في جامع. لما بقى مفتي واتطرح ان بعد كده النقاب يستخدم في بعض الاماكن عن طريق الشباب اللي هو المجرم ويلبس نقاب ويدخل بعض البنوك يسرق، وبعض رجال الامتحان يغش، وبعض الاماكن يفجر نفسه، وبعض البيوت علشان يزني مع النساء وهو في صورة امرأة داخل في الحمارة، فبان الفساد اللي بتاع. فقال يا جماعة في مثل هذه المدينة المتسعة
لا داعي للنقاب في الأماكن اللي هي الهامة التي يطلب فيها تحقيق الشخصية حتى يستتب الأمن، فلا بأس. إيه المانع يعني؟ كان قبل كده يقول وبعد كده يقول، لأن تغير الحال، تغير الواقع. وسيدنا عمر بن الخطاب كان يقول كده للقضاء: لا يمنعنك الحياء أو تمسكك بما رأيت برأيك أن تترك الحق إذا بدا لك. إذا لو لقيت الحق ظهر لك غير رأيك، إيه المشكلة؟ مش عيب. فالمفتي لابد أن يكون متغير الرأي، ويجيبوا لك فتوى الشيخ بخيت المطيعي في القرن الماضي ويقارنوها بفتوى الشيخ علي جمعة في 2010، بقى واقع بخيت المطيعي أيام ما كان عدد المصريين 14 مليون. ينفع ناخدها الآن في هذه القضية والقاهرة لوحدها فيها 20 مليون؟ ما ينفعش. تغير الواقع يؤدي إلى تغير الفتوى. فيبتدي بقى ازاي؟ فلازم الناس تدرك هذه المعاني علشان ما يعيبوش في علمائهم ورموز دينهم. فهنا بيقول ايه؟ ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ان من الفطره المضمضه والاستنشاق، فذكر نحوه، ولم يذكر اعفاء اللحيه، وزاد: والختان. قال: والانتضاح. والانتضاح ان الانسان يرش ثوبه ببعض الماء عندما ينتهي من استبراء من البول حتى يزيل الوسواس. لمن عنده وسواس؟ عشان اذا شعر باثر رطوبه وهو ماشي يعتبر انها من الماء. ده معنى الانتضاح. ولم يذكر انتقاص الماء يعني الاستنجاء. قال ابو داود: وروي نحوه عن ابن عباس وقال: خمس كلها في الراس، وذكر فيها الفرق ولم يذكر إعفاء اللحية. الفرق يعني أنك تفرد شعر، لأن كان هناك السبل والفرق. السبل يترك شعره على طبيعته، ده بيفعله اليهود والنصارى. تخش تلاقيهم في الكنائس بتاعتهم الرهبان بتوعهم يترك شعره كده مسلول من النص كده ونازل من جميع الجهات، ده السبل. فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بفرق الرأس إما من الوسط أو من الجانب مخالفة لليهود والنصارى. فهم؟ يبقى الفرق مخالف للسدل، والسدل عادة النصارى واليهود. وذكر فيها الفرق ولم يذكر إعفاء اللحية. قال أبو داود: وروي نحو حديث حماد عن طلق بن حبيب ومجاهد وعن بكر بن عبد الله المزني قولهم: ولم يذكروا إعفاء اللحية. وفي حديث محمد بن عبد الله بن أبي مريم عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه: وإعفاء اللحية. وعن إبراهيم النخعي نحوه، وذكر إعفاء اللحية والختان. ونختم النهاردة بكلام على إعفاء اللحية لتوضيح هذا الأمر، ونقف على الباب 30 نكمل غدا إن شاء الله. الأمر بإعفاء اللحية هو للوجوب أو للسنية للاستحباب؟ هذا هو الإيه؟ هذه هي المسألة التي نريد إيضاحها فقط اليوم، حتى نزيل ما حدث فيها من غبش في أذهان الشباب المتعصب. الأمر الأصل فيها أنه للوجوب ما لم تكن هناك قرينة صارفة. واضح؟ فإذا قال النبي: أعفوا اللحى، يصرف الأمر للوجوب. ولذا ذهب كثير من الفقهاء إلى وجوب إعفاء اللحية، خصوصا أن الأمر وافق الفعل أيضا، فالنبي ترك لحيته وأمر بإعفائها، فلا يوجد قرينة صارفة للأمر عن الوجوب. ولذا استقرت المذاهب الأربعة فترة طويلة من الزمن على أن إعفاء اللحية واجب، حتى اتضح أمر للعلماء بعد 400-500 سنة، لأن المذاهب استقرت في الإيه؟ في 300 سنة الأولى، وخلصت إلى المذاهب الأربعة. في 300 سنة الأولى كانوا يروا أن اللحية إعفاءها واجب للأمر بها بتركها، وأنها توافق فعل النبي، ولم يحلقها ولو مرة، أو لم يقر أحد حلقها ولو مرة، فدل على أن هذا أمر واجب شرعي. يبقى حالق لحيته آثم. واضح؟ اللهم صل وسلم. وما هو الأمر الواجب لمن قال بالوجوب؟ هو الشعر النابت من أول زاوية الفك إلى الذقن، هي دي اللحية. فإذا زال الشعر الذي في الخد
يبقى ترك السنة ولم يفعل إثما، لأن الواجب هو ترك هذا الجزء الذي يسمى لحية، وهو ما على اللحيين. واضح؟ فيخرج الثوبان ويخرج شعر الخد ويخرج العزار، كل ده مش من اللحية. وإن كان النبي تركها على سبيل الكمال كفريضة وسنة، فالفرق ترك اللحية والسنة ترك بقية. واضح؟ ثم بعد ذلك نظر العلماء خصوصا علماء الشافعية، قالوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بإعفاء اللحية لمخالفة المجوس، وكانت عادة المجوس والفرس هي حلاقة اللحية وإعفاء الشارب وترك الشارب، زي الناس الوقت لما يحلق لحيته ويترك الشارب ده، زي نظام رشدي أباظة وصدام حسين والعالم، يبقى ايه يحلق لحيته ويترك. كان دي عادة الفرس اللي هما كانوا عباد النار المجوس في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإعفاء اللحية لمخالفة مين؟ المجوس. طيب، وأمر بخضاب اللحية اللي هو الشيب اللي في اللحية، أمر بخضابه لمخالفة مين؟ اليهود والنصارى. واضح؟ يبقى أمر بخضاب اللحية يعني الحنة لمخالفة اليهود والنصارى، وأمر بإعفاء اللحية لمخالفة الفرس المجوس. بالإجماع خضاب اللحية سنة بالإجماع، فإذا كانت مخالفة اليهود والنصارى أولى من مخالفة اليهود المجوس، فيكون بالتالي من باب أولى إعفاء اللحية يكون سنة. واضح؟ فإزاي أقول إن مخالفة المجوس واجبة واجي على مخالفة اليهود والنصارى أجعلها سنة، في حين إن العكس في شبه بيننا وبين اليهود والنصارى إننا أهل كتاب وأتباع نبي، لكن هم لما كفروا بنبينا أمرنا بمخالفتهم حتى نتمايز عنهم. واضح؟ والأمر بمخالفة اليهود والنصارى أوجب من الأمر بمخالفة المجوس، لأن لا شبه بيننا وبينهم أصلا. واضح؟ فإذا كان مخالفة المجوس في إعفاء اللحية جعلتوها واجب يا فقهاء، فأنتوا أمامكم تجعلوا الخطاب أوجب، الخطاب تجعلوا أوجب. وطالما أنه لم يشذ فقيه على مر العصور أنه أوجب الخطاب، فيكون إعفاء اللحية سنة يقينا. فهمت كلام الفقهاء الشافعية؟ وده اللي استقر عليه الأمر من أيام الإمام الغزالي صاحب الإحياء، مش من أيام أنا ولا اليومين دول اللي يقول لك علشان أصله ماشي مع الحكومة. الحكومة ما قالتناش يحلق اللحية ولا ما تحلقهاش، العالم ما بيفكرش مع الحكومة، ملوش دخل الحكاية دي، ملوش دخل خالص، ده دي أوهام في أذهان المعارضين. يبقى الإمام الغزالي نص في كتابه الإحياء على أن من اللحية من مكروهاتها حلاقتها، والكراهة تعني أن تركها سنة، لأن لو كان اعتقد أنها حرام لقال أنها واجبة لقال حلاقتها حرام. واضح؟ لكن نص في كتابه الإحياء على كراهة حلاقتها، فإذا قال أنها مكروهة دل على أن تركها سنة. ونص أيضا الإمام النووي في شرح مسلم وفي كتبه أن حلاقة اللحية مكروهة، فدل على أنه استقر في أذهان الشافعية بعد الثلاث قرون الأولى أن إعفاء اللحية سنة وليس واجب. هذا لا يعني أنك أنت تحلق لحيتك، لا، هذا يعني أن حالق لحيته ليس آثما فقط، لأن بعض الشباب يترك الصلاة خلف حالق اللحية، هذا شيء عجيب، ويكون عالم من العلماء كبير من كبار العلماء ويحفظ القرآن ورجل صالح، لكنه يحلق لحيته فيترك الصلاة خلفه. لماذا؟ لأنه حلق لحية وجعل اللحية من أركان الدين، هذا خطأ، هذا أمر يحتمل أن يبقى واجب ويحتمل أن يبقى سنة. وإذا نظرت في الأدلة وجدت أن من قال أنه سنة دليل أقوى،
ممن قال انها واجب، والله تعالى اعلى واعلم. واطلنا عليكم اليوم. اتفضل. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله. الفاتحه.